الأجهزة الأمنية بصورة عامة جادة في وضع أياديها مع أياديكم الآن اللي أنتم تنادون بأنه تريدون تخصون من هذا الحال لا تتكرر، وأنتم أكثر الناس اللي دفعتوا ثمن نتيجة تواجد هؤلاء الأوغاد. إذا كان سابقاً هناك تعاطف، مو تعاطف قناعة وإنما تعاطف بالإكراه، الآن هاي الحالة هو فقدها. ماكو واحد بعد بهاي المناطق اللي مناطقنا العزيزة يجي يمد له إيده وحتى يطلع له أصبع من أصابع إيده حتى يتعاون وياه. الأجهزة الأمنية شيوخنا الأعزاء صارت عندها خبرة أنه شلون تقاتل هذا التنظيم المسخ. احنا في الأمن الوطني وجهنا في مؤتمرات عدة خلال هذه الأيام، يجب أن تكون هناك دقة عالية في المعلومة وتنسيق عالي مع أهالي المنطقة. المرة احنا نقصدهم، احنا ندور وراهم. خلي قارن سابقا اذا كانت بس القطعات الامنية تدخل المنطقة وبيدها سلاح، الان ابن المنطقة هو بيده السلاح وهو يدور عليه. خلي يحسبها هذه المعلومة، اذا وصلت بالوقت المناسب راح يكون العلاج جذري. فنأكد على موضوع التعاون والمعلومة الاستباقية وفقا لمقولة الإمام علي عليه السلام: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزا قوم في عقر دارهم إلا ذلوا.